بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا موتور ميتسوبيشي ال 200 نورمال ماهوش تيربو، باش نحاولوا نخدموه في يعني خارج السيارة في الأرض. شان عندنا بسيطة هو العملية، عندنا باتري وزوز خيوط نتاع باتري وبدون نتاع مازوت اللي هو غازوال، وزوز تيبات نتاع غازوال الجعب، وبومبات هكا باش نوصلوا بها المازوت، بومبات كيما هاد، وحتى أحيانا مسلسل بدون اللي فوقك، وباش نخدموه توا إن شاء الله ربي يجيبنا في السوق. خيط للمانوت هذا نتاع المازوت، إذا نعملوا خيط للمانو هذا نتاع المازوت نجيبوا له كورون باش نجمو نجيبوا خيط باش نسخنوا بجيت. على خاطر الموتور كان راقد لازم يخرج لك الحزات هذيك. بون سالوني برشا على الموتور قداش نجم نخليه يخدم بلاش ماء، حكاية دقيقة دقيقة ونص دقيقتين ماكسيموم لازم تخليه يخدم بلاش ماء. توا هذه العملية إن شاء الله يعني ديما هكا، احنا ساعات فما موتورات يعني من سلعة يعني أونسيان موديل نقولوا احنا من السيارات القديمة اللي هي نجموا نخدموها لوطا قبل ما نركبوا الموتور في سيارة، نخدموه ونشوفوا له زيتها ونشوفوا له يرنفل ولا لا. إن شاء الله العملية تنفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.